مرحبا من جسر. تقييم أداء الموظفين يعتبر من أثقل المهام على المدراء، لكن جسر تقدم تجربة مختلفة لتقييم الأداء، حيث يمكنك من خلال جسر تحديد المسؤول عن التقييم، تحديد دورات التقييم، وأيضا تحديد معايير التقييم. أيضا يمكنك اختيار أن تكون معاييرك مبنية على كفاءات ومهارات الموظفين أو على أهداف محددة. اعتمادك على جسر في تقييم الأداء يساعدك في تحسين عملية التقييم، بالإضافة إلى تسهيل عملية المتابعة والمراجعة وزيادة تفاعل الموظف. وبنفس الطريقة يمكنك تخصيص جولات المراجعة على أساس سنوي، نصف سنوي أو ربع سنوي. اجعل تقييم الأداء وسيلة لرفع وتحسين أداء موظفيك مع جسر، ونلقاكم في جديد المزايا والتحديثات من جسر.